يعني راح يزيد الدين طبعا بشكل يؤثر وملحوظ. لا الدين مو الدين مو فقط يزيد. الدين اللي عندنا سابقا ال 63 هي ديون عجز طبعا ما قبلها اكو ديون. احنا تعرف مطلوبين الى تقريبا 81 الى 80 جهه تطلب العراق. انا داعش خارجي وعوف داخل زين طبعا داعش جهه خارجيه متفاوت الارقام بيناتها. ماذا اقول انا لحد الان ماذا اقدر اقول لك الرقم بالضبط ايش قد، وحتى لو كنت اعرفه ما راح اقول لك اياه لان حقيقه مخيف. الديون اللي على العراق الخارجيه مخيفه، ارقام مو سهله. من اجى عندك الوزير الماليه السابق ما عندك رقم تقديري؟ ما اريد احكي انا حتى اذا عندي الرقم الحقيقه ما اقوله تقدير ولا اشوفه. وقت اللي اجى عبد الامير علاوي مو اسمه كان الوزير الماليه اللي عبد الامير علاوي عبد الامير علاوي اجى بخطه اللي هي كانت بالضبط سميناها الورقه البيضاء اللي تقريبا حدود 330 صفحه اجى بها منها 102 او 103 اللي هي الموازنة لنفس السنة وخطة كاملة لحد 25 لمدة 5 سنوات حتى يسدد بها الديون. تعرفون بيش كان حاسب الدولار 165 طبعا من باع 165 بقى بالتقلبات وكذا، وهذا الخبر اشتموه جماعة مسبقا صعد من 120 او 122 قام ينباع ب 35 لمدة تقريبا 3-4 شهور لا تتذكرون. من اللي استفاد منه؟ اكو غير الحيتان الكبار طبعا. غير هذا الحيتان الكبار صعد من دور من ثبتوا على 45 بقى قبل 45 لو بدا دا يصعد لا بدا يصعد بدا دا يصعد. الفروقات هاي بدي احكي عليها انا من 32 ل 55 وينها؟ يعني هسه ايش قلت قد اعطيتك اياها؟ منطقتها بالضبط حددت لك اياها 5 مليار 5 مليار و 980 مليون بالدولار بالدولار. نرجع طيب. ونقول بسمعني بعد عندنا ال 400 الف برميل اللي عدم تصديرها من كردستان اللي نقصت مليون من حصتنا ل 3.5 صح بالضبط كلفتها كانت حتى لو كنا حسبناها على 70 اسوة كانت 7560 يعني معناته انا بدي اجمع الرقمين يطلع لي 13 مليار و540 هاي بالمليار بالدولار. يعني نضيفها لمن؟ نضيفها للعجز للعجز والدين والعجز اللي جاي بالسنه القادمه 24 وبخير وخذ ديون زين.